قصة عجيبة. من با استالو تغي والا باري بيركا وحا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بيركا 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 ابن عيسى وحي نقطي ميل بر با لو اركي كان صرا كا دعي مركا وحا لها حل ما لها يعني اناد اتكلمت الموياني مالك لما جبته ودمان دونتا. المهم مركي ساسر لهاي خلاص وحود لهاي ما دام لمنيست مدد كوهرتي ودو الى كتاب كيس اخر قرانك نكي قران اخر اسبوع بلابي قرانك هو وضي بقره كسر بلابي اصومر سوره طه ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. عادوا كخشوا عليك معنا نو يقاني مكسوا علي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. عادي بورهان عليه لقاجين دون يوم القيامة وميشان كحين دونه ده أود أموين إن بر كان أو قلبي أو قلبي كل جن إنه إجا كحي سبحانه وتعالى أود دي سنتس وكبر انتهى جل جلاله ما إلهي بريو مركز دعو بلاوي وحب بلاوي إنه دعو يستو إلهي برهان وعلاس كبدن حق بدن هذا قاجن دون تاي أنا وحنكو دي سنة ربي إن بر كاسي يجزول سو قلبي كقادو بيركاس او بررسن انا كقادة الهي يكو ديسنا الله. وفعلا الهي هو يالا جل جلاله حالكي ودخاتير تأي كرم وايين وحوكها لإلهي كتاب كيس في سورة طه وبحي مركو الهي بري كذب اصوك السنة بضان قبو وحول له لإبارة دكتور كوحول له محانكو بارينا وابلغو يقاناي حنون كاسي وضعي وحويان الهي كو قدري اسكسوك انا دمشي اسكسوك مركز سودا هاي مسوا هاي دم شرط إبارة بارتان تستي وسمي فعلا بارتان الوسمي تستي الوسمي وأخيرا حين قطين وحبو سان لهنا قلبي نظيف باركي نظيف ويا مركزا دكتور كوهودا بالله عليك إله كوهودا دي محاسة ميسي والله دي إله بقى قد قاجودا وحكى لها نسفها ربي نسفا بركي إله بان نسفيه سبحانه وتعالى.